تشوف في واحد قاعد يا شي 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 لناس قابلهم بسرعة قولوا هاي يلا طعم عطر شوفوا أخذنا الدرب يا الله ما شاء الله عين مرة طبعا اليوم جينا نفطر في البحر ها؟ بس كاتب شوفوا هي بس جالسة مع الناس يحظهم حب الناس اللي يعني يحظ الناس اللي بس تحبهم انا كل بس استكرهني كذا كني دامحة امهم نور النوم دراجتك الجديدة شوفوا كرم الطعس الطعس كرم شوفوا الدراجة الكفة شوف اللوح فيه لوحة دقيقة لوحة شعرته الله 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 شوف اللوح 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 عينك على اللوح بس شوفوا انا ماشي ايش لقيت هل صدفوا؟ هذه ايش غبار خير ابو صدف ابو صدف احجار احب اجمع احجار هذه طيب ملعقة حسبي الله عليك ابغى صدف ابغى صدف مو تشوف في واحد قاعد يسبح هذا هي غير مخصصة للسباحة ما شاء الله هنا جلستنا الحين استنى احنا الثاني يجوا البارت الثاني عندنا اهلين نستنى ما يجوا من مكة احنا هنا اول ناس يقوم اول ناس يجوا اول ناس قام انت يا الذهن شو انا الله متسحر اندومي اندومي متخيلين اذان اذان خير بدري عمو بدري بدري متى بحط الفطور مره جوع لا تقطع صلاته كلهم قاعدين يصلوا كيف ما يقطعوا استغفر الله رب روزه روزه شوفي 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 بدري انت تنكسجي على الناس انا شوفوا اللي يدخل يسبح لا يعني ايش رايك بحر ايش متوقع اللي يدخل جودي اللي يدخل يسبح ورب الكعبة ها شوفوا انا احلف والله اللي يدخل يسبح يدخل بس شوفي لين هنا لين هنا لا 500 ريال انت ما عندك اسمه صح والله عندي والله عندي ما لي صلاح ما دخل الشورت ما لي صلاح ما دخل الشورتين يعني ليش بتدخل بدون سروال حمارة ما يوصل الشورت لا اذا هذا دحين ارفع هذا وادخل عشان نوقف سلامه شوي بس كورن وصوص وخس تاكل عجبك؟ بالعافية الشرطة ليش بلاك كشاف؟ ما انت كذاب الشربة في كل مكان وزمان شاف سبيل طلعت تصوري مين بسوي كمان انا انا سوبي لا ما خد بس فنان كيف الذي سوبي اي بعد شريه بس سوبيا اسمع يقول طيب يقول لي اصابع من كذا يكونوا اذكياء لا يقولوا يكون ايش اسمه خبيثين وصلنا البرومينات يلا الحين ندخل شوفوا احلى ناس اقابلهم بسرعه قولوا هاي يلا هاي احلى ناس بخصوص الدبة الخايسة ايوه لا خلي 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 زيوان خلي زيوان خلي زيوان ماما لا لا مو خلي زيوان كذا اخذنا الدرب بالصوص هذا افضل شيء هنا فبنجرب مرة متحمسة عشان صاحبتي كمان تشتغل هنا فعشان كذا جيت اجرب I'm not afraid of the dark.
أفضل شيء. اللي صور جبل لك مني. بنات شوف ايش سويت، سويت حنة، أقصد نكش. مرة كان نفسي من بداية رمضان بس ما لحقت، خلاص عادي نكمل من الحين. صح؟ صح. شوفوا جد بخشمي الراج الراج طعم عطر. بالله يعني ايش طعم عطر يعني؟ يا بنات النكشة مرة تحرقني، ايش في يدي كيف حمرت؟ كأنه في ابرة. بسرعة الجولف، الجولف حيفوت انا. الجولف 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 بسرعة. يدي تحرقني يدي تحرقني. لحقنا لحقنا خلاص. رحومي 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 في الحمام. يا خلاص ان شاء الله كنت ضيفة لا باليد الثانية باليد الثانية. ان شاء الله كنت ضيفة خفيفة عليكم. يا الله ما شاء الله علينا مرة كثار. شوفوا اصابة كرم مسكين مسكين خلاص بروفي ثاني. بيلعب بيده ما حيلعب برجله. باك عدنا من جديد. دبي راجعة من غرفة مكة التجارية وابغى اوريكم شيء حيكون عضو جديد، واختاروا لي اسم نسميه في الكومنت. ولدي قولوا ما شاء الله عشان لا يموت بسرعة. ما وريتكم عطوري حق العيد. طبعا بنات عطوري هذه السنة للعيد طلبت من بازل، لانه ايش؟ لانه صراحة على قد المدح اللي شفته بنات بنات والله اول رحت بيت قريبتي شفت عندي عطر بازل، اقسم بالله بنات شفته كذا بعيني بنات ريحته تجنن جنن مرة. عارفين ريحته كذا كان كنه زي براند، بس يوم دخلت موقعهم طلع مثلا عارفين تبغوا البراند اللي تبغوه فيقوم يبيعوه هنا بسعر افضل. فقلت انه انا خلاص خليني اجرب يعني اطلب عطور العيد من هنا يعني في الاخير عطر. فيوم طلبت جاتني تقريبا في يومين، فخلاص يعني صرت ماني شايلة هم العيد، خلاص عطر العيد مو لازم كذا. فعشان كذا طلبت من بازل اول شيء عشان بشرب عصير. اول شيء واللي اشوف الكل قاعد يمدحه في التيك توك عطر الشعر. يعني تخيلوا كذا احد يجي يسلم عليكم كذا يشم ريحة كذا فجأة. انا اشرح لكم ريحته، اشرح لكم ريحته، اشرح لكم. تعرفوا ذيك العطور اللي تبين عطر مناسبة، ترى مو عطر كذا يومي، لا عطر مناسب. خيلوه مع الشعر اوف. بسرعة ايش تتوقعوا هذا؟ اكتبوا في الكومنت. 1 2 3 4 5 مو مكتوب في هذا عشان كذا نعرف. هذا ما يمديك تقول صلي على النبي. هذا عطر مفارش. طبعا قلت لما نحط اللحاف الجديد لازم عطر مفارش، يعني عارفين لما تحسوا ذاك الشعور اللي خلاص اليوم ليلة العيد تدخلوا الغرفة تشموا ريحة عيد. على ضمانتي على ضمانتي بنات اشتروا عطور العيد. It's time. عطر ترى مو هذه كلها لحالي، معايا اهلي، واحد لي واحد لماما واحد لبابا. كرم انسحب عليه. اول حاجة رقم 302. اصلا ما ببخ في العباية، اتوقع هذا اللي شميته عند قريبتي، هذا اللي شميته. المهم انه هذا عطر نسائي، هذا هو انا احسه يعني مرة يناسب يكون عطر نسائي. 302 عطر نسائي احسه مرة حلو حق انه يجيك من الضيوف في البيت، اما تروح عند الضيوف لا هذا عطر ثاني. نيجي لرقم 250. هذا لما تروح عند الناس هادئ مرة، هادئ ريحته، ريحته كذا ريحة نظافة. آخر شيء عطر بابا رقم 271. كان وجهي حينفقع بنات، هذا ريحته جدا قوية 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 جدا. بنات بحط لكم حساب مانستا اللي بيروح يشوف العطور، وفي هناك الرابط حق الموقع. بنات الأسعارهم ترى تعتبر حلوة، إنها ما هي مرة غالية، لا كويسة الأسعار، عشان كذا أنا وريتكم هي. واطلب نفس عطور لأن ريحته مرة حلوة. وصلنا لآخر الفلوق، إن شاء الله يكون عجبكم واستمتعتوا معايا، وأشوفكم بالفلوق الجاي. يا جماعة ماي جاد دبي أشوف، شفتوا الكرت هذا؟ شوف إيش فيه له. حبكي
بروح اطلب مليون طلبيه. ابغى ابكي ابغى ابكي ابغى ابكي، حموت. الله يسعدهم يا رب، الله يسعدهم. اجر وريحه حلوه، ايش في احلى من كذا؟ بس جايز كذا خلصنا فلوق اليوم، اشوفكم بالفلوق الجاي ومع السلامه.